السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومات جديدة. بنكمل مع بعض شرح كتاب المعاصر كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024، ومعانا النهاردة lessons 4 and 5 الدروس الرابع والخامس. writing كتابة، project مشروع. page 144 صفحة 144 من كتاب المعاصر. unit 10 آخر درسين النهاردة في يونت 10، هتلاقوا في صندوق الوصف قائمة تشغيل فيها شرح المنهج من أول يونت 7 لغاية ما وصلنا، وإن شاء الله هننزل على طول يونت 11 ويونت 12 القصة، وبعد كده مراجعة الامتحانات. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض. فوكابلري كلمات. بروز، بروز إيجابيات أو مزايا. كونز سلبيات أو عيوب. cons solve problems، solve problems يحل المشكلات. spend يقضي، spend يقضي، spend يقضي. reason سبب، reason سبب. screen شاشة، screen. team فريق زي football team فريق كرة القدم. prize جائزة، prize. important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر مهمة. In my opinion في رأيي. In my opinion. At the end في النهاية. At the end. On the other hand على الجانب الآخر أو من ناحية أخرى. لما أتكلم عن موضوع ليه مزايا وليه عيوب بستخدم on the other hand لما بحط مثلا العيوب بعد ما أتكلم عن المزايا. Find out يكتشف. Find out. Pros and cons of computer games إيجابيات وسلبيات ألعاب الكمبيوتر. يعني مثلا لو عندنا تابلت في البيت أو كمبيوتر هنشوف الحاجات الإيجابية ونشوف الحاجات السلبية. بروز إيجابيات اللي هي علامة صح. In some games في بعض الألعاب children need to solve problems الأطفال بيعوزوا يحلوا المشكلات، يبقى عندهم مشكلة عايز يحلها أو عايز يكسب، دي ميزة. children make friends الأطفال ممكن يكونوا صداقات. and play with their family وبيلعبوا مع عائلتهم. children find a prize at the end الأطفال بيلاقوا جايزة في النهاية إن هم بيفوزوا. طب تعال نشوف كده العيوب عشان نخلينا بالنا منها. عيوب ألعاب الكمبيوتر، أدي ولد وبنت قاعدين كل واحد ماسك دراعه وعمال يلعب. children can spend many hours الأطفال ممكن يقعدوا ساعات كتيرة on their computer على الكمبيوترات بتاعتهم and tablets. children don't go outside الأطفال مش بيخرجوا بيفضلوا يلعبوا والأفضل إن هم يخرجوا. children don't do their homework الأطفال مش بيعملوا واجبهم، لأ يبقى لازم ما نقعدش وقت طويل، لازم نخرج، لازم نعمل واجبنا الأول ونلعب وقت قصير عشان نتفادى كونز العيوب أو السلبيات. page 145 صفحة 145 reading قراءة. look listen and read انظر استمع واقرأ. pros and cons of computer games مزايا وعيوب ألعاب الكمبيوتر. paragraph 1 الفقرة الأولى. bad things about computer games أشياء سيئة عن ألعاب الكمبيوتر يعني سلبيات. many people كثير من الناس say that بيقولوا computer games are bad for children إن الألعاب ضارة للأطفال. children can spend many hours يستطيع الأطفال أن يقضوا الكثير من الساعات on their computers على الكمبيوترز and the tablets. they look at the screen بينظروا للشاشة and they don't go outside ومش بيخرجوا or do their homework أو يعملوا واجبهم. parents الوالدين say بيقولوا this is not healthy ده مش صحي for their children لأطفالهم. paragraph 2 الفقرة الثانية. good things الأشياء الجيدة about كمبيوتر جيمز عن ألعاب الكمبيوتر. but ولكن يبقى في إيجابيات وفي سلبيات، في سلبيات وفي إيجابيات. but ولكن on the other hand من ناحية أخرى there are some reasons هناك بعض الأسباب why computer games ليه ألعاب الكمبيوتر are good for children مفيدة للأطفال. in some games في بعض الألعاب children need to solve problems الأطفال بيحتاجوا يحلوا المشكلات. some computer games بعض ألعاب الكمبيوتر need teams بتحتاج فرق so children ولذلك الأطفال make friends بيكونوا صداقات and play with their family وبيلعبوا مع عائلتهم.
باراجراف 3، الفقرة الثالثة ماي اوبينيون، رأيي. I really like computer games، أنا حقا بحب ألعاب الكمبيوتر. Where I go outside، حيث أخرج. I go with my uncle، بذهب مع عمي. And my friends، وأصدقائي. We like these games، بنحب هذه الألعاب. Because you find a prize، لأن أنت بتلاقي جائزة. At the end، في النهاية بتكسب مثلا. In my opinion، في رأيي. We can enjoy games، إحنا بنقدر نتمتع بالألعاب. But we need، ولكن إحنا بنحتاج. To have other things، يكون عندنا أشياء أخرى. In our lives، في حياتنا. Like sports، زي الألعاب الرياضية. And time with our family، وقت مع عائلتنا. يبقى قال لك في ميزة للعب، لكن ده ما يمنعش ان احنا كلنا نعمل العاب رياضيه، او احنا كمان نقضي وقت مع عائلتنا. بيج 146، صفحه 146. رايتنج، كتابه. لوك، لسن اند ريد، انظر، استمع واقرا. ذا هيدنجز، العناوين. ريفير تو، تشير الى. ذا كونتنتس، المحتويات اوف ذا باراجراف. يعني يقول لي العناوين بتوضح لنا الباراجراف بيتكلم عن ايه، مزايا، ايوه بيتكلم عن حاجات ايجابيه، عيوب، بيتكلم عن حاجات سلبيه. ريسيرش، بحث. فايند اوت اباوت، بولينج اونلاين، يعني اكتشف او تعرف على التنمر على الانترنت. لوك فور هيلب اونلاين، يعني ابحث عن المساعده على الانترنت. وات تو دو، ماذا تفعل. تيل بيبل، اخبر الناس اباوت بولينج اونلاين، عن التنمر على الانترنت. Give advice، ادي نصيحة. About bullying، عن التنمر. What to do more، ماذا تفعل أكثر. Make posters، اعمل ملصقات. Or leaflets، أو منشورات. And put them، وحطها around the school، حول المدرسة. Talk to teachers، كلم المدرسين. And parents، وأولياء الأمور. يبقى أنت عايز تعمل حاجة عن التنمر، أول حاجة دور على النت إيه المفروض تعمله، وكمان اعمل بوستر واطلب مساعدة، اتكلم مع حد أكبر منك. هنا بيقول لي to give an opinion، عشان تدي رأي. في الباراجراف أقول in my opinion، في رأيي. in my opinion، في رأيي. to show contrast، عشان توضح التناقض. تقول on the other hand، من ناحية أخرى. يبقى لو أنا بكتب باراجراف بقول في رأيي، أقول in my opinion وأقول رأيي. طب أنا أقول اتكلمت مثلا على الإيجابيات وعايز أتكلم عن السلبيات، بعد الإيجابيات أقول on the other hand، من ناحية أخرى. بيج 147، صفحة 147. General exercises، تدريبات عامة. On lessons 4 and 5، على الدروس الرابع والخامس. السؤال الأول listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، على الإجابة الصحيحة. From A B C or D، من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. Computer games are a fun way to spend time. Children can spend many hours playing games. Many hours playing games. The bad thing about computer games is that children look at the screen and they don't go outside or do their homework. You shouldn't spend all your time playing computer games. You should go outside and read books. يبقى السؤال الأول listen، بسمع وأختار. السؤال الثاني هو choose، اختياري على كلمات الدرس. It's not to spend many hours on your computer and tablet. يبقى it's bad، من السيء ان انت تقضي الكثير من الساعات على الكمبيوتر والتابلت. In some games، في بعض الألعاب. Children need to know problems to solve، الأطفال بيحبوا يحلوا المشكلات. It's not healthy، ليس من الصحي. To look at the not of the computer for long hours. To look at the screens. The screen. انت تبص لشاشة الكمبيوتر لساعات طويلة. Social media، وسائل التواصل الاجتماعي. Has pros and cons، لها مزايا وعيوب. السؤال الثالث قطع ناقصة كلمات. احط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. Teams يعني فرق. Correct يعني يصحح. Children اطفال. Solve يحل. وGames العاب. Some people، بعض الناس. Think that، بيعتقدوا. Computer games، ألعاب الكمبيوتر. Are useful، مفيدة. There are some reasons، يوجد بعض الأسباب. Why computer not are good for children. Why computer games، في بعض الأسباب ليه ألعاب الكمبيوتر مفيدة للأطفال. In some games، في بعض الألعاب. Children، الأطفال. Need to solve problems، بيحتاجوا يحلوا المشكلات. Some computer games، بعض ألعاب الكمبيوتر. Need teams، بتحتاج فرق.
So children ولذلك الأطفال make friends بيكونوا صداقات and play with each other وبيلعبوا مع بعض. Computer games ألعاب الكمبيوتر also أيضا help بتساعد children الأطفال think well تفكر بصورة جيدة. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة. Read the text يعني اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. هنقرأ القطع ونجاوب عليها. Many people كثير من الناس say that بيقولوا computer games are bad for children إن الكمبيوتر ألعاب الكمبيوتر سيئة للتشيلدرن للأطفال. Children can spend many hours الأطفال ممكن يقعدوا الكثير من الساعات on their computers and tablets على الكمبيوترز والتابلتس. They look at the screen بيبصوا للشاشة and و page 148 صفحة 148 وتكملة القطعة. They don't go outside مش بيخرجوا or do their homework أو بيعملوا واجبهم. Parents say الآباء بيقولوا this is not healthy ده مش صحي for their children لأطفالهم. But ولكن on the other hand من ناحية أخرى computer games can be useful ألعاب الكمبيوتر ممكن تبقى مفيدة for children للأطفال. Playing some computer games لعب بعض ألعاب الكمبيوتر help them بتساعدهم to think well يفكروا بسهولة جيدة. Games can help children الألعاب ممكن تساعد الأطفال to play in a team يلعبوا في فريق. Children can make new friends الأطفال ممكن يكونوا صداقات جديدة. They can learn to follow some rules ممكن يتعلموا إن هم يتبعوا بعض القواعد. Children can get prizes الأطفال ممكن يحصلوا على جوائز at the end of the game في نهاية اللعبة so they have fun. The word not in the text means father and mother كلمة في النص معناها الأب والأم يبقى parents الوالدين. Computer games ألعاب الكمبيوتر are sometimes good أحيانا بتبقى إيه جيدة. النوع الثاني من الأسئلة على القطعة answer أجب. Summarize the first paragraph in one sentence لخص الفقرة الأولى في جملة واحدة. الفقرة الأولى اتكلمت على عيوب ألعاب الكمبيوتر. هقول there are يعني يوجد many cons يوجد الكثير من العيوب cons of computer games يعني يوجد الكثير من العيوب لألعاب إيه الكمبيوتر computer games أو أي جملة تعبر عن الفكرة صح. How can children make friends in computer games إزاي الأطفال بيكونوا صداقات في ألعاب الكمبيوتر. هقول عشان games أو when games عندما الألعاب help children to play in a team لما بتساعدهم يلعبوا إيه في فريق. نقول إيه children can make new friends أكيد عشان أعمل فريق بتعرف على أشخاص جديدة. السؤال الخامس بانكتويت. Children should do their homework and go outside. هنا C capital وجملة بدأ باسم أو الأطفال يبقى full stop. السؤال السادس والأخير اكتب باراجراف على بروز اوف كمبيوتر جيمز مزايا ألعاب الكمبيوتر من 18 كلمة. جيب لي كلمة solve يحل وفريندز أصدقاء. هنكتب العنوان في نصات بين علامات تنصيص واستخدم الكلمات في تكوين الجمل. نفتح مع بعض صفحة 214 نقرأ الباراجراف نفهم فكرته وبعد كده نكتب زيه ما ننقلش بالنص. Page 214 كنا اتكلمنا عن العيوب دلوقتي هنتكلم the pros of computer games مزايا ألعاب الكمبيوتر. Computer games are sometimes good for you ألعاب الكمبيوتر أحيانا بتبقى جيدة ليك. Some games need teams بعض الألعاب بتحتاج فرقة. So you can make friends لذلك ممكن تكون صداقات and play with them أو تلعب معهم or with your family أو مع عائلتك. In some games في بعض الألعاب you need to solve problems محتاج تحل المشكلات. باراجراف سهل وبسيط وصغير كده يبقى خلصنا الدرسين الرابع والخامس من يونت 10. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات وقريبا هننزل باقي المنهج ومراجعات المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.